مش احنا بنتحجب عشان نداري جمالنا؟ فبما ان الحجاب كان محليني العب. كميه الناس اللي بعتت لي على فكره كنتي احلى بالحجاب، قلعتي الحجاب شكلك كان احلى على فكره، صداع من كتر التدين. طب انا هعمل فيديو بجد اول مره. الفيديو اللي فات انا ما كنتش ببرر قلع الحجاب، انا كنت برد على الكومنت العبيط اللي متكرر كتير اللي هو شكلك على فكره بقى وحش وشكلك وحش وبصي وشك مطفي ازاي وكرهوني في شكلي وكرهوني في خلقتي، اللي هو انا هجري اتحجب بعد كده علشان ارجع حلوه؟ هو ده الهدف يعني؟ وانا بعد كده بقى لما سمعت الكومنت ده اجري على الحجاب احلو تاني؟ انا بقدم كونتنت كوميدي مش ديني، واللي عايز يتفرج على نفس المحتوى اللي كنت بقدمه هيلاقي نفس المحتوى اللي كنت بقدمه، اللي كان عايز يشوف صوره معينه واللي عايز يثبت لنفسه حاجه معينه ويعكسها عليا فللاسف مش هيلاقي الكلام ده ويعمل لي انفولو وانا مش متضايقه.